هو اصلا اللوز ولا الجوز الهند فيه حليب اللي احنا نقدر نحلبه، وتطلعوا لنا حليب اللوز وحليب جوز الهند. هاي الاشياء اللي عم بسمعها وبنحكيها كتير لحالنا وبين حالنا. جابوا لنا هالحليب اللوز لشو اصلا بنحلب؟ عشان نعطي لحالنا شرعية انك احنا نستهلك الحليب البقري اللي هو جدا مضر. ونحكي عن البدائل التانية. هلا لغويا اي اشي قوامه زي قوام الحليب وسائل ولونه ابيض يطلق عليه حليب. في كريم مكتوب عليه ميلك لوشن، هل معناته انه الكريم حلبناه وطلعنا منه حليب؟ لا، لانه هو قوامه ولونه زي لون الحليب، قوامه زي الحليب شوي سائل فبنسميه حليب. نفس الشيء ينطبق على حليب اللوز وحليب جوز الهند عشان ما الناس ما تتفلسف على بعض. اي شيء لوز بس تنقعوه وتحطوه عليه مي وتحطوه بالخلاط وتصفوه بيطلع لونه وقوامه زي الحليب فسموه حليب اللوز، وكذلك جوز الهند، وكذلك أي نوع من أنواع الالترناتيفز تبعون الحبوب أو اللوز أو الجوز، أو حيطلع لنا بأشياء تانية من المكسرات إذا قدرنا نطلع قوام مفيد من غير أي مضافات تانية نفس قوام الحليب يطلق عليه حليب. هذا بس تصليح إشي لغوي، ونعرف الفائدة من وراء الإشي اللي نستهلكه ونمتنع ونبعد عن الأشياء المش مفيدة زي الحليب البقري. سلام.